مساء الخير، تحية للجميع مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. الطلاب بيتابعوا المغامرة ونحن منتابع بنقل كل تفاصيل تحركاتهم ونشاطاتهم اليومية. وببداية حلقتنا رح نشوف عودة محمد سعد للأكاديمية ووداع أصدقائه له وأحلى اللحظات يلي عاشها بالبرنامج. سعد أجي من بعد من بعد أجي قسم كله برك. وقعدنا القعدة دي بعد ما كنا بنواسي الناس. اللي زعلان مني حاجة حد زعلان منك يا رب؟ لا اللي بجد أنا ممكن أكون ضايقته بكلمة مثلا، ممكن تكون فيها وقاحة مني شوية. ما زعلش مني أنا والله العظيم، ما بزعلش من حد خالص فيكو. أنتوا كلكم إخواتي. و بتمنى بصراحة اللقب يبقى مصري يعني. إن شاء الله يعني. بس بتمنى إن كلكم تقدموا أحسن من عندكم، عشان إحنا خدنا فرصة غيرنا بيحلم بيها، فما ينفعش إن الفرصة دي تضيع كده بسهولة يعني. حلو حلو حلو، وإنتوا لازم تكملوا. هنكمل كلنا، هنطلع من هنا هنبقى أصحاب وإخوات برضو، وهنكمل وهنعمل شغل وينجح بره و هنكمل. أجمل لحظة ليا في البرنامج هنا إن أنا لما غنيت في النومينيه إمتى الزمان، والأساتذة شكروا فيا ومدحوا فيا جدا. دي كانت من أحسن اللحظات ليا هنا في البرنامج. أسوأ لحظة في الأكاديمي لما طلعت نومينيه أول مرة وجات التانية على طول بعدها بأسبوع على طول. تاني نومينيه أكتر شيء هشتاق له في الأكاديمي هي الأكاديمي نفسها. مدام ميري دي عبقرية. شد ممنوع. أوكي. مش لأنه قرار بدنا نشد. حلو. وين مخبى الصوت أنت؟ مثل المعزاية فوق. لشو؟ مدام كارلا أستاذة. هلا عبكره انت بالايفال حضر شيء انت بتحس حالك كثير مرتاح فيه وكثير ضابط معك، وان الله راد نرجع بالصفوف نحن بنشوف كيف بدنا تكون انت بمحلك وحاسس حالك بالجو تبعك. انا حاسس ان انا في الطرب يعني. يعني بالطرب، مش بالطرب بالمطلق. يمكن غنيه معينه ما تكون لبقت لك 100%، بس مش يعني كل الطرب ما بيلبق لك. ما يعني انت غنيت رأي الاساتذه برضو. مدام ليسلي ليدي جلس وعلى مهلك خذ النفس وركز. بعبي من تحت لفوق، بس بعبي. اوكي. يعني بفتح بنفخ فوالا. جو. بس والله. يلا على مهلك ارجع. يلا. يلا محمد. جو. استاذ هادي شرارة. راجل بينتقد باسلوب جاهز يكون جارح شويه، بس بينتقد علشان يحسن من الشخص اللي قدامه، يعني يخليه يوصل لمرحله احسن. محمد مغنى ثابت الى حد ما، انما الطرب ما بده يكون يعني عم بتغني كل وقت بين دقنك وراسك على الشط الدي. كل وقت انا كان عندي برد على فكره صوت. والله بجد. لا دي بجد كلهم عارفين انا كان عندي انفلونزا وما كنتش انفلونزا، كنت انفلونزا الطيور يعني. استاذ ميلاد برضو من اكتر الصفوف اللي انا كنت بحبها هنا. استاذ ميلاد بصراحه شخص بيخليكي ترتاحي، اعصابك ترتاح جدا. بجد من الاشخاص اللي انا افتقدها هنا، وبتمنى ان انا يبقى ليا الشرف ان انا اعرفه بعد الاكاديمي كمان. انا حبيت انه بس فوت ما اكون عم فوت مثل العاده لعندكم ويكون هيدا اللي عم نسلم كثير، بدغري نفوت على الجد، لان كان بدي اياكم تختبروا هيدا الشيء. لانه انا مأكد انه هلا انتم مش مثل قبل انا ما فوت لعندكم، صح؟ مين حس تغييرات؟ يرفع ايده. جريت. مدام بيتي دي عبقريه بجد. ممثله واستاذه عبقريه جدا. جدا. مش هقول لك بقى ان انا بغني من وانا عندي سنتين وثلاثه
زي ناس كتير يعني، بس انا فعلا بغني من يعني انا ناضج يعني مش بغني وانا عمري 6 سنين. لا بغني من وانا عندي 6 سنين. حابب بقول للناس اللي بتحبني و ان انا عارف ان انتوا كنتوا مستنيين مني كتير اكتر من كده بكتير، يعني زي ما انا كنت برضو مستني اكتر من كده. يمكن انا قصرت شويه في حق نفسي، قصرت في حقكم، بس ان شاء الله يعني اقدر احقق اللي انتوا بتتمنوه مني بره، مش لازم يكون جوه الاكاديمي. ممكن ان شاء الله احقق اللي انا نفسي فيه برضو، اللي انتوا نفسكم فيه بره. وبتمنى ان انتوا دايما تفضلوا تشجعوني وتدعموني. بحب اقول والدي ووالدتي، اخواتي، يا رب تكونوا فخورين بيا واكون قدمت لكم جزء من اللي انتوا كنتوا بتحلموا بيه، وتكونوا شفتوا محمد حد ناجح في حياته وقدر يوصل لكم فكرة ولو صغيرة عن اللي هو نفسه يحققه. وبعدين يا عم انت ليه محسس ان احنا مش هنشوف بعض تاني؟ يلا جماعة. بحبك قوي، بكلمك من فوق. يلا هبعت لك قلبي من فوق. ماشي، باي باي. يلا ستار اكاديمي حلم واتحقق، وان شاء الله احقق الحلم الكبير بقى ان انا اكمل واوصل للحاجه اللي انا بتمنى. بس فريند فور ايفر. حط لا بليز خلينا نروح احسن. سام سامعني؟ اول بريك بحلقه الليله وبنرجع من بعده لاخر اخبارنا، خليكم معنا. الصداقة بين الطلاب كبيرة بعد أكثر من 40 يوم سوا، فكل ما غادر طالب الأكاديمية كل ما تأثروا الطلاب أكثر وزعلوا على رحيله، وهيك صار هالأسبوع مع رحيل محمد سعد. زعلان ولا؟ أكيد زعلان، مش بتنسى، أكيد زعلان. بستاهل كثير محمد. محمد صوت كثير حلو، كلنا بنعرف هذا الشيء، مش إنه حدا عم صراحة مثل مرتضى ومثل يوسف ومثل فاتن. شفتني سعد يعني استاهل يبقى للفاينل من جد. في فأسة كل جمعة، كل جمعة في فأسة. بكرة كلنا مكانه بكرة. بس هي فأسة من غير نوع، يعني فأسة من نوع تاني. كنت بقى يرأس في النوم واحد. مثل العيلة. بنتقابل برا كده. Thank you.
تعرف ايش المشكله؟ المشكله ان احنا بدنا نقلب بدنا نتعلق ببعض اكثر. لما احد يطلع يعني بياثر فينا كثير. يعني انا لو رحت راح اثر فيكم؟ لا سكت انت على بالي. لا سكت. اي احد بيطلع تعرف ايش المشكله؟ انه كل واحد مسوي جو في الاكاديميه. يعني انت مسوي جو ايهاب الشنطه. والله المرحله صارت صعبه كثير. يعني صعب. كل ما زاد كل ما زاد الاسبوع كل ما صار اصعب. بالضبط. فيكم مشاهدينا تتواصلوا مع الطلاب باكثر من طريقه عبر فيسبوك تويتر وانستغرام. سهيلة رجعت من بعد البرايم متضايقة كتير وقررت الانسحاب من البرنامج. أنا نحلف وأقسم بالله دوكا رح نهضر معهم ونقول لهم قل لهم على باليش بنخلصها ما على باليش بوش حال مهم نروح. ما على بالك بجمهورك؟ إيه على بالي بيه كي نخرج ندير عفيس بر بشوية كي نخرج ونرتاح بشوية ندير عفيس بر براحتي. خلي اللي جات من عند الله مرحبا بها. هذه هي اللي جات من عند الله. شنو هي اللي جات من عند الله؟ اني نقرر نروح. اللي جات من عند الله مرحبا بها. لا ما تقرقيش انت. ما جانيش هكاك وحدي ماشي وحدي. انا عارف عندي ظروفي شخصية اللي خلتني نروح تخليني نروح. ما عندك اي حاجة تخبيها قولي. كانت حاجة تعبك قوليها. اما باش تقولي انسحب من البرنامج ما كاين حتى شي حاجه اللي تخلي تقولي بحقك. اي تنسحبي من البرنامج؟ بتسحب من بدك تنسحبي من البرنامج؟ ما تقولها بليز انسحبي. بطلت فيا اتحمل الصراحه يعني كثير. شو قالوا؟ ما بتقول حاجه اني عايز انسحب من البرنامج. شنقول لك؟ شو بك دبرشن كل الوقت؟ انا ما طلع صوتي. لا مش عليك انت ومش على برايم. لا مخلص. من قبل انا من قبل مشتيني اليوم كل الوقت عم نايمه هيك كل الوقت البارح كمان كل الوقت. فكر مزيان شو اللي كتقولي فيه رمشي وهذا متين؟ والله صح خلاص فكرت مليح ودوكا راني حابه نهبط ونحكي معه. ما بتحكي معه اوكي برافو تعبت ونهدر صح. أنا شو؟ تعبت. حبيت نروح. مريضة بزاف. أنا مريضة بزاف وما نقدرش نرتاح في جو كيما هكا. كما جو؟ ما على باليش إحساس غريب هذا يا أخي. حابة نروح. حابة نروح نشوف دارنا ما على باليش علاش. والله كان نصيب دوك نروح. كان نصيب دوك نهز حويجي ونروح نشوف دارنا. وهذه من صباح صارت لي. من صباح راني مش طبيعية. مش صعوبة. أحب نروح. أحب نشوف دارنا والله غير أحب نشوف دارنا. مين؟ هي شو؟ ما فهمت يعني انت بدك تروحي؟ هي قالت لي انا بدي اروح بدي فل يعني من كثر ما بدي حابه اروح كثير كثير يعني. كثير رح يكون شيء كثير حلو بالنسبه لي لو فليت. فهمت عليك انه خلاص انه انت لو طلعتي برا بتحصلي شيء احسن يعني. بدي اليوم قبل بكره. كل انسان بحس حاله وحده باوقات ما بيلاقي حدا حده. سهيلة ما عم اقول لك انه ما بتحسي حالك وحدك انه طبيعي كلنا حسيناها لوحدنا. سهيلة طبيعي حتى كل حدا منا هون لوحده. بالضبط سايب اهلك وصحابك وناسك وجاي لوحدك. بدك تفلي على بيتها. ليش هالاخبار ما فهمت؟ لا بدي فل لجهنم رايحه للبيت عادي. شو لجهنم؟ شو انت ليش جاي يعني لهون؟ يعني رايحه راجعه للبيت رايحه برتاح شوي وبعدين بكفي شغلي اكيد. نحن هنقدم تعبينك؟ لا
هيدا التفكير. هي التفكير. هي التفكير. تفكرت مش لا. ما تقوليش جبل وتقولي لا. بس ليش سهيلة؟ علاش تقولي لا؟ لا بس كمان موضوع ما يخصكوش. شو هداكش معك؟ هداكش معك صباح ايه ولا لا؟ لا نحن موضوع ما بيخصنا. اسمعيني اسمعيني. موضوع ما بيخصنا ابدا. شو هداكش معك صباح؟ كان واحد حاجة ضاقتني. هداكش معك صباح؟ صحيح. كان ولا لا؟ ايه مثل دقاتي وضحنا انا وياك وصفات الامور انا وياك واللي بخير. هذه احسن حاجه صارت لي في سمعيني سمعيني بان انا ما نكون ضاغني واحد الحاجه ومش نقول لا انا غنساهم خليني ضاغني كثار احد سمح لي لا مضروبه ضاغني كثار من حاجه في الاكاديميه وصابر وصابر ومعاك عارف انت كل شيء ولكن ما نجيش تنسحب ونقول بنسحب اللي جات مع الله مرحبا بها انا بغيت مش نسحب بغيت نروح لدارنا سؤال اقول لك شيء لداركم علاش انت تودري يعني حبيت ليش بعد الله قضيت روحي دابا قضيت روحي من بعد لا حبيت دوك ممكن اتكلم ممكن تجيني من بعد بس ما كنتش حابه ولا سهيله لوين رايحه عبيت اهلي حتى اللي غلط في حقك لا جيت لهون اللي غلط في حقك واللي اللي غلط في حقك واللي غلط في حقك غتسامحوا وغتبينوا وجهه نظرك وانت غترتاح ديك الساعه اللي بتسامحني ساهل انا تركها 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 ما بتروح ما بتروح نقولها كلمات نقولها ما بتروحش ما بتروحش بتروح ما تروح اقول لها كلمات اقول لها كلمات اقول لها كلمات شي اللي ما كيواجهش شي اللي ما كيواجهش كيف كيكون جبان ما فيك كيف ما فيك طيب ما بأثر انا بعرف انه انا قاعد في الف حدا بيحكي مرضى وين المشكله انت جاي كرمال ولا هون انت لما تجي كرمال اشخاص وتلاقيهم متضايقين منك بتعمل حالك بتفلي بس مش جاي كرمال حدا انت عرفتي سهيلة عم بحكيك شيء لك ما حدا جبرني اني احكي ولا انت عملتي لي شيء وانا عمل لك شيء تتابع انه انت مش لانك امي لانك اختي لانك بي مثل اختي اكيد بس انه ليه انه لازم احكيك اياهم فانت ما فضيت المشكله بارضها فانسيها انسيها ما تفتحي مواضيع ما تفتحي ابواب مغلقه المواضيع اسود ما انت ما بدك ترتاحي انت بدك تفلي من هون مزعوجه تطلع بتحكي الشخص تقولي له واحد اثنين ثلاثه رح اشوف انيس انا رايح بعدين نكمل بريك صغير مشاهدينا وبنرجع لاخبار الطلاب منتابع يوميات الطلاب وتحديدا اخبار رافائيل وحنان والمقالب يلي ما بتخلص بيناتهم رافائيل ما بيحبك وانا بحبك 18 خلص رافائيل انا انت عشوه والله غنضربك يا رافائيل غنضربك والله طيب حنان والله ما بتستحي يا رفايل أنا أصلا بدي حمام حياتي خلص أوكي ما بيك تشيل الميك أب يعني ما فهمت كل من قارك أبيض صار رفايل مش معقول صارت بغسلة مغارة شي خمس مرات لا كله غازي تعمل مرة تاني بيت لك لا وانا شو مدخلني لا باع شيل السكينه من ايدك طب خلاص شيل السكينه من ايدك تعتذري سوري اعتذري سوري على شو عم تعتذري انت كيف بتعتذري بلا سبب لانك عن جد ما بتستاهل هالسوري سوري لانه عن جد مو سهل هالسوري انا اذا بدك تشيليه وحي اعتبري حتصف لحظة طب تريك طب شو بالله بدي اتركي لحظة رفايل عم توجعني لحظة بس لحظة شو ما حد تلينا جبنة وحياتك ما حد تلينا جبنة لك شدة بإيديك وبإجريك ايه عم توجعني عن جد فرجيني من وين عم توجعي من هون فرجيني فرجيني شفت كيف فرجيني فرجيني افتحي ايدك تشوفها ما رح جاي رفايل كسر غرفة وحنان طب فرجينا اذا ما تلعب والله طب يلا فش خليك بس نتفق ايه خلص طب خلص خلص شو حلو ايه كثير حلو كثير حلو لحظه لحظه
والله كثير حلوة. طب خلص خلص اهدى بس شوي عن جد عم توجعني. عن جد؟ طب خلص شيليها من ايدك. طب ما بدك تحطها بعد اخر مرة. اوكي اخر مرة بس نتفه. شفت كيف؟ يا زلمة شعراتي ياي او ماي جاد يا زلمة حنان زلمة يا حنان بقلك يا زلمة حلوين؟ شو حلو طلعتنا جبنة شو حلو شو حلو عن جد عن جد منظرها كثير حلو لحظة بس شوي بس طب خلص بدنا نبلش هلا ببلش وجعك هلا اوكي خلص روح قعدي مع اصحابك قعدي مع حدا من عمرك قعدي روحي بس شوي بس شوي ياي ياي شو حيصير فيك هلا احضري احضري شو حيصير طب خلص لا طب خلص خلص حنان بس شوي طب وحياة امك خلص نضحك خلص اضحكنا خلص شوي شوي بس بليز يلا فيش حبيبي وين عبالك وين عبالك بس خلص لا بس شوي شوي بس بليز يا حنان خلص صار كل وجه جبنة لا بس شوي جبنة عن جد بس شوي هلا عن جد عن جد طب خلص حطي حطي بعد حطي يلا لا خلص ما بدي لا ما رح يعملني ما رح يعملك شي حنان باي هايدي هالأسبوع خرجت من التوب 5 من بعد ما تردد اسمها أكثر من مرة بمراتب التميز فكان لابد من أنه يكون للشباب تعليقاتهم على الموضوع تحدوك في اللبناني وتحدوك كمان التحدي إلك أي تحدي أنا ما عندي مشكلة غنيتها وحاولت قد ما أقدر واشتغلت عليها كثير حلو أنك حاولت وحلو قلت حاجات حلوة بس يعني إذا غلط يعني يعني مش في حد غيرك أنا تعرف إيش كنت أبغى على قد ما تعبت فيها واشتغلت عليها كان نفسي تطلع يعني أدخل فيها التوب الأسبوع الجاي بس هذا اللي كنت زعلان منه بس بعدين البنات خلاص طاح يعني طاح من التوب ما صار في البنات بدأ الشباب تفوق قوة هزيح الأخ من التوب 2 أو أطلع التوب 1 ما فيش مشكلة شو هي؟ هكسركم كلكم في انت يا بالطهوجه يا بالطهوجه في شيء من اثنين ولا بنت عيب عليكم عيب عليكم ولا تكسر لنا عيننا وحده تطلع طب شيء طب طب شيء 5.1 البنات كثير ضعاف بنات ضعاف بنات ضعاف كثير مشاركتكم ضعيفه معنا بالبرايم يا كان اذا كون برايم شباب هذا على البرايم شو يعني ستار اكاديمي شباب حبيبي شيل البنات شيل البنات التوب 5 شيل البنات كان برايم بيقتل بنات اطلعوا اطلعوا انت ودينا وسهيلة يلا دينا اليوم سوت تبرو رهيب ما طلعت طلعوا انتوا يلا ودينا النهارده كثير مشارككم ضعيفه يعني بتعرف حبيبي اليوم الانسان ناقصه اليوم اسم مين كان بيعرف بس ناقصه ممارسه يلا حبيبي بكره تطلع ان شاء الله من التوب 5 وافرح فيك ان شاء الله خير يا هايدي وانت مش هتفوت يعني ليك بس انت ليك ما حدخل الاسبوع الاسبوع الجاي لا لك انت محضر يعني الموضوع اوكي أنا كنت والله توقعت لكن أنا بدي أدخل التوب 5 عرفت قد ما فيك انتبهي أنا ما بدي إياك تفلي إنه أنت عنصر مهم بالأكاديمي والله بعمل لك شيء بعد الظهر يا قلبي ما بدي شيء تفلي عرفت إنه بعمل العالي بعد العصر نخسر حدا كثير قوي بالله حبيبي تكرم عينك عرفتي هفلي لك مش عارفه همك بالتوب 5 هكذا همك ما تفلي عرفت إنه التوب 5 شيء كثير ما عيط يعني بص مش قادرة دموعي يا عيني سهيلة مزعوجة لكن أنيس ومحمد عباس بعكسها فرحانين كتير لأنهم رح يقضوا أوقات حلوة بشرم الشيخ سوا ضبوا غراضهم وودعوا أصحابهم وانطلقوا شيل حاول إيه من هنا أنا نسيت إنك في بورسعيد مفاين بيت مفاين ان شاء الله تنبسطوا توعشيني يا رول دينا بنت الصغيره امانه فرادتي هو ولا بقى الواد اللي هيعطيني نفسك ها الواد اللي هيعطيني اعتني في نفسك ها اعتني في نفسك حلو احلم بالحلم لا اعتني في نفسك يعني بالمصري عشان تفهمني تقول هذا ما قال ليش كلام ولا حاجه قال لي كلام ما فهمتوش ولا حاجه انا عبوطة لا اعتني يا كوكي
سلمتش عليك أنا. سلمتش عليك. أها. سلمتش عليك. أها. يا حبيبتي يا حبيبي. لا كل كويس. لبختكم. أكيد أنا رايح عند مكان لازم أنبسط فيه. محمد أكلوا من أخي محمد. يعني أنتوا واخدين أنيس واخدين عباس معالي. بختكم. مصر وشرم الشيخ. لبختكم. خلي بالكم على نفسكم. ها؟ مع السلامة. عبوسة. يلا نيس. وقفة مع الإعلان مشاهدينا ومن بعدها منتابع سوا حلقتنا. مرتاحين مبسوطين احسن شو احوالكم مش مبسوطين بدنا نعمل ايفال وبدنا نعمل ايفال حلو مثل العاده عم تعملوا ايفاليت حلوين انتم وهالمره كل واحد لوحده نحن اللي بدنا نرجع هلا نسمع اصواتكم مزبوط كل واحد لوحده وين صار شو تطور شو صار خصوصي انه ايه بدنا نشوفهم نرجع كل واحد لوحده نركز عليكم لانه بيوصل لمطرح الواحد مع الناس اللي عم تشتغل على حالها شو بيصير يلي بيجوا بيقولوا له بالاول صوتك شو حلو 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 بيوقف مطرح ببلشوا هوليك بقى الناس يتطوروا بيطلع انه اصواتهم كمان كتير حلوة وشخصياتهم كتير حلوة كل واحد فيكم بده يفكر بمشكلة بهالكون على هالكرة الأرضية تعنيه يمكن نوع من البشر يمكن مشكلة طبيعية يمكن مشكلة شخصية شو ما كان يتبنى هو هالمشكلة ويفوت لقدامنا نحنا اعتبروا انه نحنا هالخمسة خمس ممولين يا لطيف أغنى أغنياء العالم انتو بدكن تفوتوا تحملوا هالقضية تقنعونا هيك بغنية بشغلة صغيرة بثلاث أربع دقايق نتبرع على هالقضية ونساعدكم فيها جبتلك هارت حياتي انتي ويلكم باك صحتين نفسي أعرف سر الأسود معك نفسي غير نوع هاي هاي حبيب انت شو هيدا امبارح شو بدك وحده من بنيش ار يو ريدي ليكو شفتوا اصناف الاكل المحطوطين على الطاوله بدي اقول لكم نوع معين وانتم بدكم تحذروا شو هو الصنف هلا بتفهموا شو قصدي بنصحكم انه تتشاوروا بين بعضكم قبل ما تعطوني جواب بس اقول لكم شغله بدنا نحكي اليوم مثل ما قلت لكم الحلقه عن اصناف الاكل يلي بيساعدوا الواحد انه يبتعد عن الانفلونزا والرشح والفلو وكل القصص يلي بتضايقنا بالشتويه وهون اصناف الاكل باول مناعه يعني مشان هيك كثير مهمين ومشان هيك حتى من بعد ما فل رح اترك لكم اياهم هون لحتى تستفيدوا منهم سبيشلي القصص مثل الزنجبيل والاوريجانو وهول القصص اوكي الزنجبيل نو خلينا نبلش باول شيء اول شيء بدنا نحكي عن المعده اوكي هيدا صنف الاكل اللي بدنا نحكي عنه اليوم اللي انتم مفروض تحذروا شو هو من بين الاصناف الموجودين على الطاوله منيح كثير للمعده اورايت سو هيدا الشيء اللي موجود قدامنا هون مثل ما قلت لكم بينظف المعده والامعاء وباول مناعه يعني بفوت على الجهاز الهضمي يعني سوري يعني بفوت على الجهاز الهضمي تبعكم وبيساعد انه يقتل كل البكتيريا مشان هيك مش كمان بس يعني بأول بكتيريا مش بس بيقتل البكتيريا كمان كتير بأول الذاكرة فكروا تشاوروا تشاوروا بين بعضكم الثوم الثوم لا مش ثوم زنجبيل لا رمان رمان خلص البيض رمان لا مش البيض خلص قلت جواب واحد شو عشان واحد رمان أنا بقول رمان أنا بقول أوريجانو مش مشكلة مش عارفينه خالص يلا تاني سؤال بنات تفضلي هيدا الشيء يلي موجود على الطاولة بيحتوي على مادة اوكي اسمها كتير غريب
اسمها إيرغوثايونين، شو بتكون بهذا الموضوع؟ مش مشكل، يلي بتقوي المناعة ويلي تعتبر أنتي أوكسيدنت، يعني مادة مضادة للأكسدة، أوكي؟ بس انتبهوا لهالمعلومة، بس كلمة نفعة بتموت إذا طبختوها، مشان هيك يفضل أكلها فريش. توم 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 غلط. الرمان كرم الخس الخس الخس. مبسوطة أنا مش عم تعرف. مشروم. هلا ما نحكي عن شيء نوع أكل معين بيساعد الكبد، بيقوي الكبد وبيساعده إنه يعمل ديتوكس أو ينظف السموم، وبنفس الوقت بيقوي خلايا المناعة يعني الإميون سيلز يلي موجودين بقلب الكبد. أي صنف؟ ليك رح هينلكن إياها. رح هينلكن إياها. زنجبيل. رد الزنجبيل. يا ملفوف. يا خس وحي وش نحن بنتمنى كل التوفيق للطلاب بكل نشاطاتهم بالأكاديمية، وبنتمنى تلاقونا بكرة بحلقة جديدة. باي باي. الدق لعداك كتهددني بكلامك انا نسيت غرام يلا احسب خطواتك وسق الله معاك عيل واحد سبياني بغيت تقود لي شاني كرمتي فوق منك مرتاح في العيش بلاك.